عرفتي الفروض الحمد لله دازو مزيانين بزاف لي بروف تاع انا اكثر واكثر من جهدهم صح حتى نخدم فيهم كامل مزيان بصح ايوا الحمد لله لكن تاخذوا النقاط وتشوفوا واش كاين ان شاء الله يكونوا دي بون نوت بحال ديما ان شاء الله ما قلتيش ليا شنو كيعجبك في هاد المدرسه بغيتي الصراحه هادي احسن مدرسه فاحسن اساتذه ومربين تسهروا علينا وتفكروا لينا كتعلموا فيها القراءه وحتى الكتابه اللغات والرياضيات والتاريخ والجغرافيا عندك الصح كتعلموا فيها حتى كيفاش نفكروا وتا ممارسه الفنون انا حقه معادله البارح الرياضيات لقيت لها الحل نشوف هاي مزيان انا مدرستي كتزرع فيها الامال وانت علاش كتعجبك هاد المدرسه حيتاش كتهيئنا للمستقبل كتصنعنا مواطنين صالحين باش نخدموا بلادنا صح بلادنا كتسنانا ولكن شنو باقي خاصنا نثقوا في راسنا وفي الاساتذه ديالنا باش والدينا يفتخروا بينا باش نهزوا راسنا ما بين الشعوب المدرسه هي المستقبل وحنا هما المستقبل المدرسه هي البيت الثاني اللي كنتعلموا فيه قيم الاخلاق الوطنيه والانسانيه لبناء المستقبل